بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة حقون، وأن النار حقون، وأن الصراط حقون، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعثهم في القبور. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتكم الإرث النبوي في شهر رمضان المبارك. كلامنا حول الإيمان بالساعة وأشراط الساعة. في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، بل أضاف متى الساعة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن علمها عند الله، لا يعلم لا جبريل ولا النبي متى تقوم. قال أخبرني، أنبئني بعلم بأشراط الساعة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الأشراط، وفي القرآن بعض هذه الأشراط. لا، أشراط معناها العلامات، لكن هناك دجاجلة، جهلة عن قصد أو غير قصد، عن تفاعل أو عن تفاعل وقصد، أو عن جهل وانطماس البصيرة. يحاولون أن يحددوا سنوات قيام الساعة، أو يحاولون أن يحددوا سنوات ظهور العلامات الكبرى. هذا غلط كبير جدا. العلامات الكبرى لا يعلم سنواتها ووقتها بالضبط إلا الله عز وجل. من جملة ذلك يتحدثون عن الإمام المهدي، ويحاول بعضهم أن يحدد له سنة الخروج، سنة الظهور أو الخروج والقيام في الأرض. هذا غلط، لأنه الله عز وجل عنده الغيب، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إنما نحن نؤمن، يجب عليه كل مسلم مسلم أن يؤمن إيمانا جازما قاطعيا لا خلل فيه ولا اختلال ولا اضطراب، إيمانا صحيحا قويا ثابتا يسكن قلبه ويسير في دمه بأن الساعة آتية لا ريب فيها، ويؤمن أن لها ساعة، أن لها علامات، وأن هذه العلامات ظهر الكثير منها. من هذه العلامات النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كان عالما من علامات الساعة، وتوالت هذه العلامات تطرى علامات العلامة الصغرى ظهرت كلها. فيجب على المسلم إذن أن يتعلم هذا العلم حتى ينزل أحداث هذا الزمان على الفتن والملاحم التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنها ستكون في آخر الزمان. فلا يظن ظن أن المدنية والتكنولوجيا والتقدم العلمي والأمور الجديدة والمخترعات والمكتشفات وهذه الوسائل الجديدة يمكن أن تنسي المؤمن أن السياق الآن ليس فقط في هذه المخترعات، كما يحاول البعض أن يقصر نظر الإنسان عليها. لا، بل على المسلم أن يتذكر أن هناك أشراط الساعة، وأن هذه الأشراط ظهر الكثير منها، وأن من هذه الأشراط هذه الأمور الجديدة التي بدت وظهرت سواء على يد الإنسان أو هذه التغيرات المناخية وتغيرات الطقس والأوبئة وهذه الأمور الجديدة الكثيرة، الأمراض والعلل التي بدت وفشت وظهرت وانتشرت في الأرض، كلها لها ارتباط بعلامة الساعة. إذن علينا أن نكون مؤمنين بعلامة الساعة، القتل والقتال والاختلاف والطعن والطاعون وفشو المال وظهور المنكرات وفساد الأخلاق والبخل وما إلى ذلك من علامات الكثيرة الغزيرة التي ألف فيها من ألف وصنف من صنف. يجب على الإنسان المؤمن أن يكون دائما يراجع نفسه حتى لا يغتر بالتكنولوجيا والأموال وناطحات السحاب، وحتى لا يغتر بما أنتجه فكر الإنسان الملحد الزنديق الذي أخرج ما أخرجه في هذا الزمان من الأمور المادية. نسأل الله العافية لنا وللبشرية كلها ولأمة الدعوة ولأمة كل البشر. نسأل الله لنا ولهم السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.